أكيد ميسان، يمكن كنا عم نحكي تحت الهواء أنه يمكن بوقتنا الحالي بنسمع أنه ما في صيغة تواصل بيننا وبين الشخص. لأي درجة هذا الحكي صح؟ وكمان خلينا نحكي عن أنه كيف فينا نلاقي صيغة تواصل وتفاهم بظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف فينا نرجع العلاقات لتكون صحية؟ لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا أكيد الأستاذة فاتنة نظام، مدربة تنمية بشرية. يسعد صباحك وأهلا سهلا فيك. يسعد صباحك فاتن. فاتن، هي يمكن الشغلة اللي صايرة دائما الخلافات بين الأصدقاء والعائلة والأقارب وبين الزوجين وبين كل العالم، أنه ما عم نفهم على بعض، أو أنا بحكي من الشرق أنت بتجاوبني من الغرب. ليش بلحظة من اللحظات عم نفقد صيغة الاتصال والتواصل؟ وشو هو المفهوم الصحيح للاتصال والتواصل؟ تمام. أول شيء كلمة الاتصال معناتها في شيء تفاعل بيني وبينك بطرفين، في استجابة، بدي أخذ وأعطي أنا وياكي، وبدي أخذ رسالة أنا بدي أرسل لك إياها وبدي أخذ الاستجابة لها. في عنا نقطة كتير مهمة، بدي أفرق بين شيء اسمه الاتصال وشيء اسمه التواصل. نحن بالمفهوم العادي بنفكره أنه هو نفس الشيء، نفس الصياغة، نفس المعنى، لكن الاتصال هو دائما بيكون أنا عم بطلب الاتصال معك، تمام، يمكن أنت تاخذي الاستجابة يمكن لا. ولكن التواصل هو حقيقة هو مبني على التواصل الاثنين مع بعض، يعني في تفاعل وفي انسجام كامل، ونفس الوقت لتوصلي لهدف معين، في هدف معين بدك توصلي له. فكرمال هيك نحن النقطة اللي هلا وصلانينا انه احيانا بيكون الاتصال غلط، يمكن لا بالمكان لا الوقت، يمكن الشخص الثاني يمكن هو يكون مشحون، تمام. فهي عمليه الاتصال هو مرسل ومرسل اليه وفي رساله بينه وبينك، فنحن عندنا مشكله صار بالرساله، كيفيه ايصالها، يمكن نحن عم نلاقي الوسيله الصح، يمكن نحن حسب ضغوطاتنا وحسب حكينا يمكن نكون نبره صوتنا، يمكن الغلط فينا بالاول يكون. لا، هي 100% هي حقيقه الرساله هي بتلعب مع المرسل، يعني المرسل اليه هو بده الاستجابه، يعني هو يا بيقول لك ايه تمام او لا، يعني هي التغذيه الراجعه لك، تمام. ولكن هي رساله انت بدك ترسليها المرسل، يعني بمعنى انا مثلا هل هي بدها تكون واضحه، قد بدها تكون ضيقه، قد بدها تكون انت مرتاحه انت عم تعطيها. يعني دائما نحن في عنا اشخاص تختلف عن اشخاص، بمعنى انه مثلا في ناس بتقول يا الله شو مقنعه، فورا بتوصل رسالتها صح. طب هي شو معناتها؟ معناتها هي عندها اداه ومؤثرات صحيحه، بمعنى المؤثرات اللي هي البادي لانجويج، يعني انتم ما تحكي انت واي شخص، في كثير هي الروح اللي بنقول عليها انه بيحكي بدون مشاعر، هي مو بدون مشاعر، هي بدون مؤثرات، فهي هون تلعب عندي رسالة صح. أكيد. يعني خلينا نحكي شوي فاتنة، بظل بضعة أشهر مضت والعزل المنزلي اللي كان بكورونا، كتير خف التواصل المباشر بين العالم، فصار التواصل كله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت. في مواقف صارت حساسية ويمكن زعل بين الأشخاص بسبب الشيء اللي عم تقوليه، يمكن المسج اللي لازم توصل صح، أو يمكن كلام عم يحكوا مع بعضهم على الشات ما تنفهم القصة غلط، أو ما ينفهم تعبير الوجه، أو العتب ينفهم بشكل صح. فخلينا كمان نحكي عن هذا الموضوع. نحن التواصل البصري يلي هو التواصل المباشر بيني وبينك، هلا أنا وياكم عم نشتغل على التواصل، تمام. شو يعني انا كيف عم بقدر استرسل بالحديث؟ ما انا بلاقي في تواصل بصري بيني وبينك صح، معناته في عندي تركيز، في عندي اهتمام بحديثي، حتى ايماءات راسك اللي هي عم تهزب براسك هي بتعطيني استجابه، تمام. وانه انا مستمتعه بالحديث، تمام. ولكن شو اللي عم بصير؟ ما نحن عم نبعث رسائل، وحتى نحن عم نبعث سمايلات وقلب وعيوب، عم نحاول نعبر عن مشاعرنا، ولكن هي بدون مشاعر. يعني احيانا انت جمله بتنبعث يمكن تغلط بكلمه او باسلوب، او يمكن نفس ذات الجمله اللي انت عم تحكيها، ما تبين الاحساس تبعك، ما في لا مشاعر لا احساس لا حتى ايماءات، لا انه مثلا حتى كلمه اشتقت لك وعيون مثلا عم تغمز، مثلا السمايل اللي عم يغمز مثلا بتحسي بعيد، صار في عندنا برود، تمام هي صار عندك برود، فانت بمعنى انه ايه عادي يلا ببعث سمايلات خلص انا عبرت، لا، هي الفكره ما نحن نحكي، ما نقول نحن الاتصال يقوم على الكلمه، تمام، على نبره الصوت وعلى لغه الجسد. فانت ما عم تبعث الرساله هي مكتفيه بشو؟ بالكلمه بس، ولكن الكلمه هي بتاخذ من حيز الاتصال 7%، تمام. اما ما تقول لك انا اشتقت لك بنبره الصوت، تمام، فهي بتاخذ 38%. ما تشوفي انت ايماءات وجهي، تمام، فعن جد هي مشتقت لي 100%، اللي هي بتاخذ 55%. فكرمال هيك انت بتوصلي للرساله. اما هلا حقيقه مثل ما قلتي
فضلتي وحكيتي عن جد هي مشاكل كتير، انه والله مو هيك قصدي، والله ما انا هيك حكيت، تمام، وبتصير نبعث الرسائل، فعن جد بتحسيها انه عن جد انه انا هيك كاتبه، فبصير هون في عندي الغلط. طيب يعني اذا اشخاص حسوا انه في بيناتهم مشكله تواصل حقيقيه، خلينا نحكي عن مثلا صديقين مقربين حسوا انه في بيناتهم مشكله تواصل، زوجين، اخين، كيف بيقدروا انه هن يرجعوها او يعززوها لفكره التواصل بيناتهم؟ شو الشغلات يلي لازم يشتغلوا عليها ليرجعوا يعززوا هذا الموضوع؟ نحن حنحكي على جزئيه معينه، هي زوجين، خلينا نحكي على هذول الشخصين بما انه بضلوا مش بعض تماما، فهي نحكي على هالجزئيه. نحن طب ليش عم بصير في تفاهم بين الزوجين؟ ليش عم بصير في خلاف؟ ليه عم بصير في انه عن جد قطع اتصال نهائيا؟ اول شيء في عندي وقت، نحن بنقول نحن الزوجه هي بنقول الاذكى، خلينا نقول انه هي تختار الوقت المناسب، لان هي على يقين تمام انه نحن في عنا تفكير الرجل يختلف عن تفكير الزوج المراه. هذا النقطه كثير مهمه، بمعنى انه انت بتقدر تفكري باللحظه باكثر موضوع خلال اللحظه هي، اما الرجل هو كل صندوق لحاله، كل تفكير لحاله، 300 موضوع تماما. فانت اول شيء معناتها بدك تخليه يرتاح الراحه النفسيه، تمام، بدك تختاري الوقت. ونحن في عنا نقطه كثير مهمه، في عنا حركه هالاصبع، تمام، هي اللي بتعمل استفزاز جدا جدا للرجل، يعني انت الغلطه، لا انت اللي عملت، تمام. هي نحن نفكر انه هي بار انه عادي شو يعني، فهو مثلا بيقول لك لا نزلي اصبعتك مثلا، يعني بلغه الشذات هي تهديد، تمام، هي تهديد، يعني هي بمعنى تهديد انه انت المذنب وانا المنيحه، تمام. هي واحده. اثنين، نحن في عنا بنبره الصوت في عندي كلمه امر وطلب، نحن هي النبره يلي نحن بنقول والله ما قلت له شيء، بس قلت له قوم اعمل هالقصه. طب هي النتره، تمام، انت بدك تكوني مراعيه لهذا الاسلوب، انه في شيء اسمه كن لبقا، يعني انت تكون اختاري الفاظك ومفرداتك لتلاقي وسيله صحيحه ومؤثره صحيحه لتوصل الاتصال. فانت اذا قلتي له بطريقه الامر والله ما عاد يقوم بحياته، فهي كلمه طلب، اذا بتريد اعمل معروف، ما فيها شيء، يعني هي كلمه مفردات، حتى خليها هي صياغه حياه. هلا نحن ردات الفعل، هلا دائما نحن بنقول دائما انه انت ست الزوجه بدك تحكي مع شخص، انت تكوني قاعده وشخص اللي مواجهك شو لازم يكون؟ قاعد مثلك، نفس لغه الجسد انت وياه. فنحن شو عنا؟ انه هو بيكون مسطح وهي بدها تحكي، بتحكي كل النقاش كل الحياه، فهو ما حيوصل اي نقطه للاتصال، تمام، توقيت غير مناسب، حتى الوضعيه غير مناسبه. دائما نحن في شيء اسمه التواصل البصري، ونحن بنشدد عليها، هي حياتها بتساعد على قوة الحضور، على الاتصال، والتواصل البصري هو بالعين بالضبط، يعني نحن لا بنطلع فوق العين ولا تحت العين، يعني ما بدنا نحمل الشخص، تمام، فنحن بنطلع 100% التواصل البصري بالعين. أكيد، يعني خلينا نحكي كمان شوي، مثل ما قلنا إنه في لغة الجسد هي بتاخذ الحيز الأكبر من التواصل الصحيح، لكن فاتن كمان بعض ردات الفعل حتى إن كنا مثلا عم نتواصل بتكون باردة جدا، مما عم يعمل ردة فعل استفزازية عند الشخص الآخر، بهي الحالة كيف لازم يتصرف الطرفين؟ هي نحن بالنسبة لردة الفعل، نحن حسب الشخصيات، نحن في شيء اسمه بالتعامل بالاتصال، في عنا التعامل مع الشخصيات، يعني نحن مو كل شخصية نفس التعامل، يعني ما بدي اتعامل مع حضرتك نفس، مع كل واحد له اسلوب، يعني في ناس مثلا بتلاقيها انه انا مثلا بدها وقت معين بمكان معين بتتواصلي معها، في ناس بتقول لك لا انا معلمة في مشكله بتواصل معك على التليفون الي شو بدك، في ناس بتقول لك لا انا لازم اشوفك وجه لوجه، انا كثير مهم عندي، فنحن في عندي اسلوب تعامل، يعني نحن كل شخصيه لها مفتاحها، تمام؟ فنحن مثلا الشخص اللي هو اساسا انا بعرف انه هو عنده ردود فعل او ردود فعل البارده اللي هي مشكله، تمام؟ لان انت هون ما بتقعد بتعرفي انه شو، هل هو استجابه او عدم استجابه، هل هو معي او ضد، مشان هيك بنقول نحن لغه بتاخذي لا حقه لا باطل، يعني هي من هيك مشان هيك بنقول لغه الجسد، انه هي مثلا بقول لك مبروك حلوين شعراتك، بتعملي لي هيك ما بتعمل اي حركه، طب انا شو بدي اقول انه عجبك حكي او ما عجبك، فهون رد الفعل البارد هون خطير، بتنزل مستوى المحبه والموده، يعني دائما تفكير الانسان لا هو حياتا مو بس الموده، هو بتقطع الاتصال نهائيا، لانك انت وصلتي لمرحله، لان احنا لما تنقول نحن في عندي شيء اسمه اسئله مفتوحه واسئله مغلقه، ما تقول لي كيفك شو اخبارك، انت تبادليني هذا الشيء، فصار عندي فتح اتصال كامل وتواصل، اما ما انت تقولي لي منيحه
فاتن اختلاف وسكرتي. الشخصيات بيأثر على التواصل، يعني إذا شخصين من نوعيات مختلفة من الشخصيات، يعني شخص بارد، شخص عصبي، شخص عصبي، شخص مبتسم، شخص متفهم، هذا الشيء ممكن يعمل خلل بموضوع التواصل. يعني احنا في عندنا كل شخصية مثل ما حكيت إلى مفتاح، مثلا الشخص الانفعالي والعصبي اكيد مثلا مو هو اول ما فايت بصير انا وين مكان باي مكان بدي احاكي، لانه هو بيكون هون خلقه، يعني انت مجرد ما انت حكيتي فورا حيعلى صوته، نبره صوته حتختلف، تمام، وحيعطيكي لا، تمام. فنحن في عندي مسافه، ونحن بنقول بالتواصل في عندي المسافه، في عندي الوجه، في عندي الانعكاسات، كلياتها بتلعب دور. حتى نحن في عندي اللي هي عباره صياغه الكلام، دائما نحن للاشخاص مثلا العصبيه في عندي فتح حديث مثل ما بنقول، يعني ما بعطي فورا الحديث، بعطيه على مراحل، هذا مقدمات على المقدمات، لان اذا كتلت المقدمات نسى الموضوع، بس هو بيتاخذ بالمقدمات بنسى الموضوع. في تسلسل، لانه الشخص العصبي يمكن يتنرفز، تمام، فانت بتعرفي انه هو شخص عصبي. شخص مثلا البارد، تمام، فانت مثلا بتعرفي انه انا كيف بدي اعطيه بوقت، معناته هو بس عم يتحمس، تمام، هيك، بس مشغول بشيء ثاني، فانا بعطيه الخبر عادي اوريدي، لانه هو اساسا عنده برود بالاعصاب. فانت كل واحد، الشخص المبتسم اعطيها بامتى، يعني عمل كما تعامل، خلينا نقول تقريبا فاتن. لا، نحن اذا انت بدك تنجح بعلاقاتك وتكون شخصيه جذابه، عامل الناس مثل ما هي بتحب تتعامل، تمام، يعني كل واحد، اذا انا بدي عاملك مثل ما انت بتعامليني، فمعناته انا حطيت شرط، يعني اذا قلت لك صباح الخير بتقولي صباح الخير، شرط، ولكن انا بحب انا عاملك مثل ما انت بتحب تتعاملي. في ناس بتقول لك انه انا بحب انه يقولوا لي يسعد صباحك، في ناس تقول لي بحب انه هزت راس بس وزياده انه هي صباح الخير، تمام. فهي كل واحد حسب ما حب بحب هو يتعامل من عامل. اكيد اكيد. يعني فاتن بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وفعلا يعني ان شاء الله هيك يكون التواصل. هلا بما انه لسه في اجراءات احترازيه بنقول لهم بعد شوي ما كثير تاخذوا هي الاجراءات، الموده والمحبه كثير، لكن نعرف نتواصل ونوصل الرساله بشكل صحيح اهم شيء. شكرا لوجودك. شكرا كثير لك فاتن للمعلومات يلي قدمتي لنا اياها.